يا مرحبا وسهلا حياك الله نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. يا مرحبا اخي عبد الله كيف الحال؟ يا مرحبا وسهلا فيك. وايش اخباركم طيبين؟ الحمد لله بخير وعافيه. عبد الله الجعفري. عبد الله الجعفري نعم. ونهنيكم بالعيد. الله يهنيك بالدين وكل عام وانتم بخير وسعاده. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بسماعك. يا مرحبا. اخي عبد الله موضوعنا باللي نطرحه عن الطرق الداخليه في نيابه الاسره. ومن فتره عرضنا هذا الموضوع للبلديه وطرحناه امام البلديه وبعدين في الاذاعه. نعم. ولا في اي اجابه من قبل البلديه في الطرق الداخليه باللي اصبحت مستهلكه بالمره نهائيا. وهن جزء بسيط اخي عبد الله شيء مخجل وصراحه شيء متعب وشيء مزعج في نيابه الاسخره. وانتم تعرفوا نيابه الاسخره من مناطق الساحليه ومن اكبر نيابات على مستوى السلطنه ومقبلين على الاجواء الخريفيه في هذه الفتره من حدود شهر سبعه ويجوا زوار من نواحي السلطنه ومن خارج السلطنه. نعم. وصراحه هذا الشارع اصبح مزعج كبير جدا اخي عبد الله. تكلمنا عده مرات واصبح اليوم ما متكسر نهائيا بالمره. هذا طبعا تحت اشراف البلديه. هذا تحت اشراف البلديه هذا الطريق ولا وزاره اشراف البلديه؟ نعم اشراف البلديه. وعده مرات اول اصبحت في طريق واحد اللي عرضت فيه مناقصه من قبل البلديه. وين جابت هذه الخرصانات اللي هن الصبيات بالاسمنت؟ وهذا الشيء صراحه ما فتره بسيطه ويتكسر. نعم. اصبح ما تمشي انت في شارع تقول هذا شارع ترابي انا بتمر فيه. ليش هم ما يعمل بالعمل الصحيح واشراف من قبل البلديه وتعمل الشركات اصبحت تاخذ هذه المبالغ ويصبح فتره بسيطه شهور معدوده ويتكسر بهذا الطريق على ايش؟ من مستفيد اخر المطاف بهذا الطريق؟ نعم. الا مستفيد الشركه واصبحت من التاثير على المواطنين واللي هم يقودوا المركبات واصبح مسوي ازعاج كثير في الزحمه. نعم. في الفتره وخاصه هذا بالصميم اخي عبد الله بعين السوق اللي مرنا هني وسبب ازدحام كبير جدا جدا. ازدحام اصبحت اليوم الناس تتجنب بهذا الطريق. من وين يحصلوا طريق اخرى اللي يتجنبوا اللي شو طريق من مسافات بعيد يدوروا من هذا الطريق يتجنبوا عنه من حبر. طيب ايش دور مكتب المحافظه الان اصبح لهم دور في الخدمات اللي تخص ولايات المحافظه؟ حاولت توصلوا كذلك هذه الملاحظه ربما تحرك يعني من مكتب المحافظ والبلدية الآن تحت إشرافه ربما يعجل يعني من إيجاد حلول ومعالجات؟ والله هذه المختصة كلها الحين مختصة عليها المكتب المحافظ وهم مسؤولين عن هذا الطريق. البلديات مسؤول عن المحافظ. نعم. وجزاه الله خير المحافظ عدة مرات يزار في هذا المنطقة وزار وشاف الوضع شاف أن الوضع محرق. وهذا إيش تعليماتهم هو إيش توجيهاتهم؟ ما كان شيء رد منهم. نعم. ما كان شيء رد ان هذا في مناقصه مطروح الا وجاي فتره بسيطه الحين تقريبا سنتين واكثر من سنتين بهذا الطريق واكثر من سنتين هذا الطريق. ان الحين ما طريق اللي يستخدمه الناس الحين العب الصميم تمر عليه وهذه من 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 الوسطى الى ضارب المناطق الاخرى الولايات الاخرى بهذا الطريق يمر من الطريق البحري اللي هو يمر من المنطقه الاقتصاديه من الدغم بهذا الطريق يمروا. نعم نعم. اصبحت اليوم مسوي حظر كبير اخي عبد الله تكسرت ناس في عيرهم اللي يقودوا المركبات بهذا الطريق اصبحت مسوي ازعاج كبير. حتى البلديه عملت في مناقصه في شارع واحد يودي من الشارع الرئيسي يودي على طريق الميناء. نعم. هل التحدي مالي اخوي عبد الله؟ الردود اللي تتلقوها احيانا تحدي مالي لتنفيذ هذا الطريق ومعالجته؟ ما جانا اي ردود ان في مناقصه ومطروح وجايه الحين مناقصه ولا شيء. ما جانا شيء ردود. في عملت البلديه من فتره شارع واحد اللي يودي على طريق الميناء وايش عملته؟ عملته بالخرصانات هذه الصبيات. نعم. والله يا اخي عبد الله تصدقنا بتروح هذا الطريق تقول كنا هذا شارع ترابي بالخرصانات. وايش تعملوا انت وتخسروا الاف ملفه بهذا الطريق وهو صراحه شيء غير طيب بهذا الطريق. يعمل الصراحه يعمل ويشرف عليها هذه الشركات اللي تجي وتاخذ هذه المناقصات لازم تشرف عليها اشراف صحيح ويعملوا ويرصوا هذا الطريق رصف صحيح. ما يكون الشارع فتره بسيطه معينه شهر او شهرين او ثلاث شهور ويتحطم هذا الشارع وتعمل مره ثانيه الحكومه وتعمل المناقصات على ايش؟ من المستفيد هذا؟
وايد الطرق اللي هن الداخلية متكسرة أخي عبد الله. نعم. غير اللاك بعد بتقول ما في حركة قليلة الحي السكني اللي هذا بالصميم اللي هو السوق. نعم. نعم. الحركة تشمل هذه المناطق اللي يقود المركبات بهذا الطريق شارع اللي يشمل هو هذا هو المهم والأساسي اللي يمر عليه وهم شايفين الوالي والمحافظ والنائب الوالي وكلهم يمروا وشايفين هذا الطريق. نعم نحن عبد الله في وقت ما يمكن. نعم نحن في وقت سابق كنا نحاول نحصل على رد من البلدية. الآن زميلنا جاسم البداعي بيحيل هذا الموضوع إلى مكتب المحافظ ونسمع كذلك مرياتهم وجهة نظرهم حول الموضوع إذا كانت في مساعي معينة. والموضوع الثاني هو بالأساس جزاهم الله خير الحكومة حتى جزاهم الله خير صاحب الجلالة أمر بتنفيذ مشروع سياحي في نيابة الأسكر من ضمن المشاريع تتنفذ وهذا في معمول صدقني أخي عبدالله من التغاطع بالأساس إذا يودي للحديقة تقريبا حوالي كيلو منطقة سياحية على الواجهة البحرية المفترض يستحق لها في الشارع هذا باللي يودي من التغاطع إلى الحديقة حديقة الحكومة البلدية تابعة المفترض يعملون رصف الشارع أنه واجهة بحرية هذا شارع ترابي ناس يجوك زوار في هذا المظلات او يستانسون حتى الشواطي اصبح شارع ترابي ما يقل اقل من كيلو انا اتوقع اقل من كيلو مفترض يرصوا هذا شارع بسيط كيلو او اقل من كيلو ويستحق منطقه سياحيه والناس تجي من 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 السلطنه ومن خارج السلطنه الزوار وخاصه منطقه سياحيه في هذا الطريق. نعم طيب يا أخوي عبد الله نحن إن شاء الله نحيل إلى مكتب المحافظة نسمع تعليقهم عليه. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير ويرحم الله والديكم. مشكور أخي عبد الله. مشكور شكرا جزيلا لك. أحسن الله يسلمك.